والله بدايتي بالالعاب الالكترونيه بصراحه من يوم اني كنت طفل. اتذكر اول جهاز امتلكته كان صخر، كان عمري تقريبا 4-5 سنوات، شرته لي الوالده علشان تعليميا، وصرت كل الوقت العب لعبه الضفدع وما حولت عائله. من افضل اللقطات والشعور بحياتي يوم دخل ابوي البيت ومع جهاز اتاري، هذه افضل لحظه بحياتي. دخل مو باتاري، عائله عفوا، يا اخي عجزت انسى هذه اللقطه، كنت صغير ومن سيجا ومن سوني ومن بلاي ستيشن، عندي حب وعشق مره للعب. والله شوف بكل شيء بكل شيء، يعني العالم يحسبوني ما اقدر، يعني ترى انا جاي من مخرج 13 هنا بيتي، انا اللي اسوق، اقدر اكتب. يوم كنت بالجامعه كنت اكتب تقارير بخط يدي 20-30-40 صفحه، العب يد الاكس بوكس يد بلاي ستيشن، مساله بس تعود، مساله ممارسه. يعني مثل اي شخص ما عنده لياقه مثلي، لو تمرن بعد 6-7 شهور اصير اقدر اركض 10-11-15 كيلو. والله العظيم اول شيء الف شكر، انا حضرت ايفنتات كثيره لشركات كثيره دون ذكر اسامي، بصراحه اغلب الشركات هذه ترى تبي تستفيد ماديا. هنا الهيئه العامه للرياضه للشعب، يعني ودها تقدم خدمه للشعب. يعني تخيل برا لعبت طائره، لعبت تنس طاوله، لعبت بولينج، لقيت سيارات غريبه، لقيت اثر في الاتحاد السعودي للاشياء اللاسلكيه، طيارات كبار زي كذا، يعني اشياء اول مره اشوفها بحياتي. والله العظيم شيء جميل جميل جدا، وحتى تنظيم البطوله فيفا مره رهيب، جوائز لاند كروزر وكامري، ايش تبي اكثر من كذا يا شيخ؟ كل العالم يشاركون. ومعاليه آل الشيخ يوم جاني بصراحة كنت قاعد على فيفا خاش جو، فجأة اللي ألقى آل الشيخ، تعرف اللي انصدمت، هو آل الشيخ يعني دائما تابعه بتويتر وتابعه بتلفزيون وكذا، صدمة بصراحة، وكان شعور والله جميل والله مقابلته، كان شرف لي، شرف كبير مرة لي. وأشكر الأمير فيصل مندر بن سلطان بن عبد العزيز بعد، إنسان ما قدروا فيه حق ولا ألف كلمة، يعني ألف شكر. وإن شاء الله بإذن الله بقيادة معالي آل الشيخ وبقيادة فيصل بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، بإذن الله متوجهين لشيء كبير كبير جدا للجيمرز وأشياء ترفيهية. يا أخي صرت أجي 3.5 من الحماس، عاد الإيفنتات ماني بطيقة، بس هذه يا أخي أشياء مرة مبسوط. أنا حتى ترى جاب معي الكام بسوي فلوق عشان أنزله بقناتي من الحماس، يعني من الأشياء الجميلة لازم العالم يدرون عنها.